فعلا اجي اسمعي معنا الكلمه من ذوي الاختصاص باش تاخذي المعنى، لان فعلا هذا المشهد ديال وليداتي كتطلع لهم السخانه او الحراره سواء البنيته ولا الوليد، هذا المشهد كيتكرر بزاف عند الامهات. هنا كتبدا الحيره، كيبدا التوتر، كتبدا شنو هي الاسباب اللي خلات وليدي ترتفع له درجه الحراره. تيقدر يكون كيف ما قلنا مؤشر ديال بزاف ديال الامراض وكوارث لا قدر الله الا ما خديناش الاحتياطات ديالنا او تهاوننا فيها. شنو هي التدابير والاسعافات الاوليه في حاله ارتفاع درجه الحراره او السخان عند ولدي ولا بنتي؟ امتى كتحول لمشكل كبير؟ خصني نستشر اقرب مستوصف ولا طبيب اطفال، وغادي نعطيو تعريف شامل لارتفاع درجات الحراره. هادشي كله غادي يجاوبنا عليه اكيد دكتور عفيفي مولاي سعيد، لانا سعيده جدا بتواجدي معنا في بلاتو لاله فاطمه وصديق كل الوليدات والاطفال. صباح النور دكتور. صباح النور وشكرا ومرحبا بال الأخت اللي أم نضال شيوات مهمين. للغريب في الأمر أني من زرتك في العيادة دكتور، أنا كنت كنشوف فيك ديك الهيبة ديال الطبيب وكتجي يعني ابتسامة قليلة شوية في فملي مشيت عندك العيادة كنلقاك أنك أنت كيفاش كتعامل مع الوليدات والأطفال الصغار، فسبحان الله وما شاء الله. هاد يعني هاد البروفيل اللي تنقولوا ديال الطبيب الأطفال كيخص ضروري يكون حاضر باش يكونوا الوليدات مرتاحين ومطمئنين، فعندك بحال في دورهم. لا هذا أكيد، وهنا دائما نجدد الشكر للتربيه ديال الوالدين، هيك القرايه بوحدها والتربيه والتواصل والتعامل حاجه واحده اخرى. وهنا تنجدد الشكر وتنحيي كما تنديرها كل خطره للام ديالي، وتنسلم عليها. دابا راه كاينه العيد ديال الامهات، تنسلموا عليها وتنتمنوا لها الصحه الكامله يا رب امين، ونترحموا على الوالد الله يرحمه في هذا النهار يا رب امين. الله يخليها لك، وتحيتي لكل الامهات، حنا ديما كنجدوا تحيينا لكل الامهات اللي يخدم معنا. ياك اللي كترفد الهم في هذا الموضوع هو هي الام. هذا معقول، وحنا كاطباء الاطفال تنتجهوا اولا للام، والحليف ديالنا الاول ياك هو الام. هي الام بيان سور، الاب حتى هو عنده دور، ولكن الحليف ديالنا الاول هو الام. لحقاش هي اللي تتعطي الاسعافات، هي اللي تتعطي الدواء. اذا حنا تنكونوا سعداء فاش يكون الميساج ديالنا وصل مزيان للامهات، هذا تيمكن باش يحمينا من بزاف ديال المشاكل. هذا هو الدور ديالنا احنا كاعلام، والدور ديالكم انتم كاطباء. دكتور عفيف مشكور كثير انك تعطينا هذا الوقت لاذاعه ام اف ام ولاله فاطمه، وحنا اليوم غادي نحاولوا نتكلموا على هذه النقطه هذه، لان قلت لي من اهم الاسباب اللي بزاف ديال الناس ما تعرفوها شيء امراض تكون مغطيه ومدرقه في السخانه. ارتفاع درجه الحراره يمكن حاجه عاديه، تنقولوا احنا امهات عاديه ارتفاع درجه. حنا تنحييو الاعلام وتنحييو راديو ام اف ام، لحقاش اللي مهم بالنسبه للصحه هو الوقايه، وهذا موضوع مهم فيه الوقايه، في الوقايه مهمه باش نفرقوا ما بين الحاجه اللي خص ولا بد خص الام والاب يتخلعوا على وليدهم وخصهم يتجهوا لاقرب طبيب الاطفال، والحاجه اللي يقدروا يتسناو فيها. وهنا تنعرف اولا نعرفوا اشنو هي امتى كتكون خطيره ارتفاع درجه الحراره وشنو هي ارتفاع درجه الحراره. دابا اولا نعرفوا بدرجه الحراره، اذا كانت هذه الحراره مخوده حنا لا تمبيراتور ريكتال هي اللي مهمه عندنا وهي لا ريفيرونس اللي تناخذو، ولكن بعض الخطرات يستاهل باش تاخذها. الا كان الوليد سميتو عنده حميرار مريض، اذا هنا تنديروها تحت الباط ديالو اكسيلير، وهنا خص ولا بد نزيدو نص درجه. اذا الا كانت اكسيلير تحت الباط 37.5 هي 38، لحقاش حراره من 38 ولا 38 الفوق. يعني باش نفسروا للمستمعات 37 و 8 37 وتسعودي اذا كانت ريكتال راه ماشي حراره 38 هنا في كتبدا نقدر نسميوها حراره. هذه بعدا هي المحرار اللي تيكون مشري. لا هي ياك دابا كاين ذاك المحرار الالكترونيك راه مهم. علاش؟ باش تنتفاداو انه بعض الخطرات ذاك الزئبق الميركور انه تيطيح ولا تيتهرس ولا شي حاجه، وتخصك تبقى تسنى واش تقرا واش ما تقراش. دابا ولا في متناول الجميع الثمن ديالهم، ماشي مناسب. ما تيفوتش 70 درهم. اذا كاين محرار كهربائي نقدروا نستعملوه اللي تعطينا داك الشيء مضبوط تقريبا 38، هنا فين تيبدا مؤشر الخطر تيبدا.
ياك، شنو هي اهم تدابير والاسعافات الاوليه هنا الام خصها ضروري تركز عليها؟ هنا بغينا ناكدوا على حاجه اخرى، كاينين دابا محررات اللي غاليين بزاف، ثمن باهظ، هو تيديروا في الاذن، في الاذن هو تيديروا هذاك داكشي لا عيب، بلا ما يخسروا فلوسهم بزاف. راه احسن كما قلتي محرر كهربائي قاضي الغرض، قاضي الغرض وما غاليش. هنا خصنا تنعرفوا بانه الحراره شنو هي؟ الحراره هي الجسم تي يدافع على راسو. علاش تيدافع على راسو؟ باسكو فاش تطلع الحراره تيكونوا دي رياكسيون بيوشيميك اللي تتجعل داك العناصر اللي اتاكيا الجسم انه الحراره تتنقص من لا فيرولونس ديالهم. اذا الحراره مهمه هذه وحده. اشنو هو اللي خصنا حنا نعرفوا؟ الى لقينا الحوايج الخطيرين، الا كانت حراره عند وليد يلاه تزاد ولا قل من 3 شهور، هذه خطيره، هذه ما تناقشوش، هو لابد يشوف الطبيب الاطفال باش ما نديروش الاخطاء هنا. علاش؟ باسكو هذاك الوليد ما تيهضر ما والو، خصنا نعرفوا اشنو. الا كانت في الاسبوع ولا الاسبوعين الاولين وداك الشيء، واش مو قبل ما تولدوا كانت مريضه هي اللي دوزات ليه؟ خصنا دونك هنا نعرفوا واش كيما تنقولوا واش انفيكسيون ماترنو فيتال ما بين هذا. دونك هذه وحده، هذا ما فيهاش مناقشه، خص نشوفوا منين جات هذيك. اذا راه من حديث ولادتها 3 شهور هنا ما نسكتوش، ما نسكتوش واخ. من بعد تنبداو عند الرضيع النوريسون، النوريسون تنشوفوا لو كانت حراره بسيطه تقدر يكون غير فيروس. وهنا تنخصنا الحوايج اللي مهمين بالنسبه للحراره كامله، انه اولا من ماشي الدري فيه هو سخون تنزيدوا نلبسوه. كاين بعض الناس راه مثلا بالنسبه للمحمرون خصنا نلبسوه باش يخرج ولا داك الشيء، دونك هذاك الشيء خصنا نتفاداوه، هذه وحده. ثانيا خصنا نعطيوه يشرب الماء باسكو ارتفاع لا ترونسبيراسيون دونك تضيع بحال القضيه ديال لا ديال. ثالثا خصو يكون في واحد سميتو واحد الغرفه اللي ما يكونش بحال دابا حنا هنا في الاستوديو كلشي مسدود، دونك السيله مهويه. دونك هادو حوايج اللي اوليين تنشوفوا الدري واش باسكو انت تتعرفيها كاع الامهات اللي تيسمعونا عندهم وليداتهم فيه الحراره وتينقز. باش نهضروا بالدارجه هذاك ما كاين مشكل تنعطيو الدواء، ولا بقات طولات ولا شي حاجه داز يومين وباقي داك الشيء تقدر ديك الساعه راه تمشي تشوف الطبيب الاطفال المعالج اللي تتبع. ولكن كاين بعض الاطفال اللي تتلقاه ارتفاع الحراره وهو كيبان لك مسهوت عيان مهلوك وداك الشيء، اذا هنا ما تعطلش. علاش؟ باسكو كاين بزاف ديال المشاكل اللي تنخافوا منه حنا كاطباء هو لا مينينجيت. اذا هنا خص الواحد الا شاف الوليد تيبكي ما بغاش يسكت ولا فين ما هزيتيه تنقولوا بالدارجه تيتعكر ماشي هو هذاك، ولا ما عندوش الخاطر ما تيبغيش بالنسبه للرضيع ما يبغيش ياكل، هذا راه سين تري امبورتون. اذا هادو خص ولا بد تشخيص ديال الطبيب. وهنا الطبيب راه تنعرفوا بانه من غير الفحص راه تيستعن بسميتو بتحاليل ديال الدم. وبعض الخطرات تنشوفوا عند الوليدات وسيرتو عند البنات بحكم لا كونستيتيسيون ديالهم انه كاينين بعض الخطرات ديزانفيكسيون اورينير اللي اذا خصو لابد تخطر البال انه بعض تنديروا دونك تحاليل ديال البوله ديال البنت في اكثر الاحيان ولا ديال الوليد. حنا غادي نتوقفوا في هذه النقطه، هذه غادي نمشيو فاصل اشهاري قصير وبعد راجعين غادي نكملوا حديثنا. دائما مع استقبال مكالماتكم اكيد على ارقامنا المتواصله، وغادي نقراو كذلك التعليقات ديالكم على صفحتنا الرسميه دائما الفيسبوك. في حاله لقيتوا خطوطنا مشوله ممكن تفعلوا معنا، تبعثوا لنا بالاسئله ديالكم، ما كان حتى مشكل. راديو ام اف ام اوفيسيال، لان الموضوع مهم جدا كيهم بزاف ديال الامهات، ارتفاع درجه الحراره او السخان عند وليداتي. راجعين بعد فاصل اشهاري.
رجعنا معكم بعد الفاصل الإشعاري. احنا مواصلين دائما حلقات للا فاطمة. اليوم مع جوج المواضيع، الموضوع الأول أش أخبار الوليدات، والموضوع الثاني مطبخ للا فاطمة. عطينا إشارة بسيطة، قلنا اليوم غادي نحاولوا نعطيو حويجات اقتصادية سهلة اللي كنحمقوا عليها احنا في الدار ولكن تتكلفنا ميزانية زايدة. احنا مع أم ندى اليوم تعطينا هاد الشهوات هذه فابور نحضرهم بطريقة اقتصادية. مع دكتور عفيفي مولاي سعيد كنناقشوا دائما ارتفاع درجات الحرارة، وكاين احنا دائما في الأوساط ديالنا المغربية التقليدية الشعبية ياك دكتور هادي معروف جانبي العمل ياك ما نحشموش نقولوا كاين الوليدات ملي كيكونوا هكذا يعني كترتفع لهم درجات الحرارة وتبداو تقصوا أو تيترعدوا تنقولوا راه فيهم مسلمين ولا مسكين عطيه السوارت ولا عطيه بسكيلة يشمها ولا فهاد لا خصنا نعرفوا بأنه خصنا نفرقوا بين إيه لا في قبل الخمس سنوات كاين بزاف هاد القضيه ديال لي كونفولسيون اللي سميتهم وليتي سميهم كاع العامه المسلمين الى اخره. اذا هنا الى ارتفعت الدرجه ديال الحراره فات 38.5 يمكن يوقع هادشي. بالعكس تيكون الا كان الدري من بعد مزيان من داكشي تيكون واحد الاطمئنان. الخايب هو كما تنقولوا يكونوا هاد لي كونفولسيون ما تكونش سخانه، حقاش نعرفوا بان الوليدات قبل خمس سنين تقريبا 5% تقدر تجيهم هاد الحالات. دايور إلى تعودات الحالة جوج ثلاث خطرات وكان مثلا في العائلة دراري اللي وقع لهم هاد المشكل تنديروا الفحوصات وتنعطيو واحد الدواء حتى الخمس سنين. هنا اللي بغيت نشير ليه أنه بعض الخطرات تتكون حرارة مرتفعة جدا فوق 40 درجة. إذن هنا ما تتسمى دي إيبر ترمي، هنا ما كاينش خص ما نتسناوش لا أنا ما عندنا ما نتسناو خص يتشاف الطبيب في أقرب وقت. وحنا كما قلت لك الهاجز ديالنا أنه تكون مننجيت التهاب السحايا. وهنا تنشيروا لواحد القضية راه شرنا لها أنا عندك ومهمة هي أنه خصنا ما نعطيوش مضادات حيوية بدون استشارة ديال بدون استشارة ديال الطبيب. لحقاش إلا عطينا حنا إلا ولينا تنعطيو مضادات حيوية تيكون عندنا مشكل، باسكو إلا كان التهاب السحايا واخا نديرو التحليلة ما تلقاوش الميكروب وتيعقد لنا الأمور. تنهضرو ديك الساعة على منجيت ديكابيتي ولا بعض الخطرات نفس الشيء بالنسبة إلا كانت أون انفكسيون أورينير. إذا هنا حنا تنعرفوا بأنه الدولة راه تتقوم بواحد المجهود أننا ولات عندنا 34% ديال الناس اللي عندهم تغطية صحية وعندنا الرميد. هنا تنعرفوا بأنه هذا التقل ديال قل ديال عدم التغطية الصحية تجعل أن الناس تيتجهوا لعند الصيدلي. وهنا تنوجهوا الشكر لجميع الصيدليين اللي توما تيعاونوا في هذه القضية اللي توما تيعاونوا، ولكني خصنا تكون عندنا واحد الحدود اننا ما نعطيوش يعطيه يقدر يعطيه الباراسيتامول يقدر باش يطيح ليه الحراره، ولكن المضادات الحيويه راه تتخلق لنا مشاكل. وخصنا نعرفوا بانه دابا في الافق ما كاينش شي مضاد حيوي اللي غادي يجي وكاينين لي ريزيستونس، ومن بعد الا ولا عندنا لي ريزيستونس بزاف غادي يولي حتى هادشي تنستعملوا دابا ما يبقاش يقضي في الامراض هنا غادي نمشيو نضربوا ليله دكتور عفيفي انا وياك وغادي نجاوبوا هاد الناس هادو كاملين اللي تواصلوا معنا دابا على صفحتنا صفحه راديو ام اف ام اوفيسيال. هادي مريم تتقول السلام اختي سميه، انا عفاك انا عندي ولد اختي تيعاني بزاف من السخانه، يعني بمجرد غير ما تجي السخانه تنديو عند الطبيب تتخفض له السخانه تتعاود ترجع له من جديد، ما تنعرفوش شنو السبب هاد تكرار ارتفاع درجه الحراره. دكتور شنو يقدر يكون الاسباب ديالو؟ لا هنا تنعرفوا بانه كاين بعض الفصول في السنه مثلا دابا فاش تنبغيو احنا شو قبل كان كي كان الجو ومن بعد كاين تقلبات ديال الجو كاين الوليدات الى كان في المدرسه اش تيعاديو بعضياتهم هادشي راه معروف ومعروف كاع عند الامهات اللي تيدخلوا وليداتهم في الاول
لسميتو لاكريش انه تقريبا كل 15 يوم تيمرض لحقاش تي عادي وراه تيصوب ليمينيتي ديالو. حنا بيان سور بعض الخطرات خص دار بعض التحاليل نشوف واش كاين نقص في الحديد كي داير هذا الوليد باش نعرفوه. الا كان كثير راه كاينين تحاليل تنشوف واش ليمينيتي ديالو كي دايره، ولكن يعني الا كان المناعه ديالو كي دايره. الا كان الوليد تنشوفوه بانه تي ايفولوي مزيان من ناحيه كاين النمو ديالو مزيان من ناحيه الوزن، يعني من ناحيه تطور تيكبر تطور وعندو ان بون ديفلوبمون بسيكوموتور، وعندو في الا كان صغير في الروض ولا في هذاك تيتبع ما كاينش مشكل زعما الواحد ما يتقلقش. غادي نمشيو عند موثق. موثق تيقول لك الله يخليك عافاك، انا عندي بنتي عندها عامين كتجيها السخانه دائما، مره كتكون بسبب مثلا سيل الانف، بعض المرات كتكون بلا، يعني مره كتكون ارتفاع درجه الحراره مع سيل الانف، ومره ما كتكونش كتكون غير ارتفاع درجه الحراره. فهو دا عمل لها بزاف ديال التحاليل، تيقول لك ما لقى والو، الحمد لله كتمر 48 ساعه ما كتبقاش، ولكن ممكن واش تقدر تكون عندها انفيكسيون فيرال ديزا؟ لا، الانفكسيون فيرال كثير اللي خصنا نعرفوه بانه ارتفاع درجه الحراره اللي كثير هما لي زانفكسيون فيرال ماشي لي زانفكسيون ميكروبيان. داكشي علاش البنت ديالو من بعد يومين ثلاث ايام تي الامور تترجع كما هي. اللي تنبغيه وهنا ناكدوا عليه واللي خص الامهات والاباء ياكدوا عليه هو واش هاد الوليد عنده نمو مزيان. هذا هو اللي كيحكم علينا، هذا هو اللي تيحكم علينا، غادي نمو مزيان هذه وحده. ثانيا واش الحراره من بعد يومين ثلاث ايام كاع اربع ايام تتمشي؟ حنا اللي تنردوا ليه البال هو الحراره اللي تتبقى غاديه دائما في الليل، دائما في الليل تطلع. مثلا نعطيك مثال، مثلا داء السل الدري تتكون عنده دائما في الليل واحد الحراره اللي دائما مرتفعه، ولكن ماشي بزاف 38.5 وتيبان لك هو الوزن تينزل، ما بقاش عنده الشهيه الاكل وهذا. اذا هنا خص الواحد يدير لان الام تترقب هذه المسائل. الا كانت هذه الحراره طولات واخا ديك الساعه، الا كانت تدوز يومين ثلاث ايام من بعد الامور تدخل وعنده النمو مزيان، الواحد ما يخافش لحقاش في الاول راه تيوجد المناعه ديالو. هنا غنمشيو عند فاطمه. صباح النور لاله فاطمه. صباح النور اختي سميه. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، ربي يخليك. تفضلي لاله فاطمه، تفضلي. الحمد لله. كيداير الدكتور؟ الله يبارك فيك. تبارك الله عليك. الحمد لله. عافاك الدكتور، بغيت نسولك، عندي البنت عندها 6 سنين ونص وكتجي لها السخانه ديما، ولكن ديما ملي كنداها عند الطبيب داك السيرو داك القويلبات اللي تنعطي لها بالنهار ولا بالليل تيقول لي تنخرج لها تنقول لها اش تنعطيها تنعطيها، كتقول تيقول لي صافي عطيها داك السيرو نيت وديري لها دوك القويلبات نيت، ما عمرو خرج لي شي دواء اخر ولا السيرو داك الفاني دي داير بحال الليمون. جاوبه؟ لا ما تقوليش، لا ما تقوليش السميه. لا لا انا عرفته، انا عرفته. حنا ما تنديروش الاشهار هنا السميات، حنا لاحظتيها لالا، حنا ما تنعطيوش حتى الدواء ما تنعطيوش. حنا هنا باش تنعطيوك معلومات الوقايه، ما كاين الطبيب ديالك المعالج هو اللي تيكمل. حنا الا جاتها السخانه حيت كتطلع عليها بزاف، حنا راه اكدنا على واحد الحاجه مع 30 فاش كتوقف. لا ما عرفتكش واش كنتي تتسمعي دابا. قلنا الا كان بنتك النمو ديالها مزيان وسميتو الطول والوزن وغاديه مزيان ما كاين مشكل. هنا بما انها بنت خصك غير تاكدي انه ما كاينش شي انفكسيون يورينير في النبوله ديالها. اذا هنا راه الطبيب المعالج ديالك راه غادي يشوف ويعطيك ديك الساعه التحاليل باش تعرفي واش ما كاينش هذا المشكل. هذا المشكل خصو ولكن الطبيب راه قادر باش يقول لك هذه القضيه هذه باش ديري التحاليل، وكذلك تقدري ديري التحاليل واش عندها شي فقر الدم باش تعرفي اش كاين. ولكن الا كانت كما قلنا البنت ديالك عندها النمو ديالها مزيان في الطول وفي الوزن وانها تتبع مزيان في المدرسه، راه ما كاين حتى شي تاثير، وما تتبقاش السخانه اكثر من
ثلاث ايام اربع ايام راه ما كاين حتى شي تاثير وما عندكش علاش تخافي ان شاء الله. لاله فاطمه فنتمنى تكوني اطمئنيتي. صباحك مبروك. هذا سؤال عز الدين محمد، سؤاله جميل جدا دكتور، انا غادي نتقاسم معك فيه. تيقول لك الله يخليك، انا ولدي ما تيبغيش يشرب الدواء بصفه نهائيه، وهذه شان كاع الوليدات ما تيبغيوش يدو. ياك دكتور هذا مشكل وداك الشيء. لا هذا مشكل. عرفتي شنو تيدير هو كحيله؟ تيقول لك تنخلطوا له في اتاي ولا تنعطي له في ياغورت، واش المفعول ديال الدواء كينقص؟ لا لا كاين مثلا الا داروا في ياغورت ما كاين مشكل. غير حنا بالنسبه لاتاي تنعرفوا بانه اتاي ستانكيلاتور ديال الحديد، دونك ما يمكنش مع الاسف هذه من التقاليد ديالنا. حنا مزيان نوعيو الناس، ما يمكنش نعلموا وليداتنا انهم يشربوا اتاي ويحيدوا الحليب ويحيدوا الياغورت. اذا هنا حنا تنعرفوا بانه مثلا المنتجين ديال الدواء الهاجس ديالهم عند الاطفال هو خصو يدير الدواء اللي عنده مذاق اللي تيمشي مع الاطفال. مع الاطفال ياك. وهنا تنعرفوا بانه اي حاجه راه الاخت دابا معنا معنا وعلاش لا هذا يكون مشروع، يكون مشروع. لا لا معنا الاخت اللي حنا عندنا ربي عطينا باش ندوقوا. اذا الا ما درتيش واحد طياب هنا ماشي تنقول راه اي واحد مثلا كبير تعقل على الطياب ديال المو ديال المو. معنا ساره ومعنا سيدي محمد، غناخذوا ساره. الو صباح الخير ساره. زهرة صباح الخير زهرة. صباح الخير لالا. صباح النور، مرحبا بك زهرة. بخير بارك الله فيك اختي. مرحبا بك. اختي بغيت نسول الدكتور الله يجازيك. تفضلي. مرحبا بك. واحد الاخت ديالي عندها ثلاثة ديال الوليدات، عندها بنيتها عندها 9 سنين ما شاء الله، وليد عنده 4 سنين ووليد عنده عامين. ايه. واختي النهار الاول هذه شي 3 شهور مرض لها الوليد الصغير مولا عامين، دات وخدات له الدواء، ملي داز الحال مرض خوه، عاود داتو دوز خداتها هو الدواء، من دازو الحال عقبات مرضت لبنيتها داواتها رجع مرض لها الوليد الصغير كاع. نضت هي داتهم بثلاثة بخطرة واحدة، خدات لهم الدواء بثلاثة، قالت لك ربما تيكونوا تيتبادلوا الفيروسات في الدار. إيه. خداو الدواء بثلاثة بيهم، دازهم الحال كاع من خداو الدواء، ودابا رجع لهم عاود ثاني الكحة، ومرة مرة كطلع السخانة. الله يجزيكم بخير. حنا اللي خصنا نعرفوا أنه وخصوصا البنت اللي عندها 9 سنين، الوليدات تيمشيو دابا للمدرسه، المدرسه راه كاين واحد القسم، داك القسم كاينين الدراري اخرين مراد، اذا هذا الشيء تنعرفوه وتتعرفي بانه مثلا في هذه الوقيته وراك سمعتي في الراديو ولا في التلفازه بانه كاينين الناس بزاف اللي مرضوا بالفيروس ديال لا 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 غريب، وهذا تيشكل مشكل. اذا من الحوايج حنا اللي نشيروا لهم انه الواحد فاش يكون مريض الا بغى يكحب ولا بغى يعطس يدير منديل فوق هذاك باش ما يدوش. ايه وداك الشيء علاش حنا غادي خصنا نعلموهم. حنا دابا هنا تنعطيو مسائل ديال الوقايه، خصهم يغسلوا يدياتهم باسكو العدوى تدوز. راه حنا هذا الشيء اللي علمنا وليداتنا انهم يغسلوا يدياتهم، انه تتعطيه يدير مع المنديل، والا بغى يعطس يديروا قدامه، انه ما يعطسش وجه الاخر، راه تنقصوا شويه من العدوى. انه الا كان خوه ولا اختو مريضه يبعد منه، هذا الشيء تيجعل باش ما تنتقلش العدوى من واحد لاخر. راه حنا تنعرفوا بانه مثلا المراه الا كانت غتولد في هذه الوقيته هذه ولا حبذا تكون عندها تلقيح لا هي ولا راجلها ضد الفيروس ديال لاغريب باش ما تدوزهاش لولدها الرضيع. اذا هنا الوقاية عندها واحد الدور مهم باش ما تنتشرش العدوى وما تبقاش انت لعبة من واحد الاخر. كنشكركم دكتور. مرحبا. شكرا يا لاله زهرة على الاتصال. صباحك مبروك. الله يخطيك. هذه أسماء دكتور عفيفي، تتقول بنتها عندها 10 شهور، فيها السخانة وفيها الكحة، تتقول واش إلا عطيتها غير القويلبات وحدهم كافيين ولا نعطيها القويلبات وسيرو؟ لا هنا خصها تشخيص ديال الطبيب المعالج ديالها باش ما تطورش هذيك الكحبه ديالها. على حقاش في الغالب ديال الاحيان وسيرتو في هذا الوقت تندوزو من كحبه خفيفه
لون فري برونشيت. دونك من الاحسن من الاحسن انها تشوف زياده في الطمئنان انها تشوف الطبيب الاطفال المعالج ديالها. هذه فاتيته تقول لك الحراره انخفضت لكن الم الراس لازال، وبصراحه انه في العطله الاسبوع خرج لعب تحت الشتاء. علاش يا فاتي خليتيه يخرج ويلعب تحت الشتاء؟ جاوبت راسها. غادي نمشيو عند سيدي محمد. صباح النور سيدي محمد. صباح الخير. صباح الخير، مرحبا بك. الحمد لله، اولا تحياتي اليك والى الدكتور والى شكرا. ربي يخليك استاذ كل مولد الى محبوب. الله يبارك فيك ويطول عمرك. تفضل دكتور. عندي واحد الوليد في عمره عامين ونص، ايه يعني واليومين كتجي سخانه وكيكح مزيان، وملي دينا السبيطار ديال الحومه في الجامعه ديال بني باتا وعطاه الدكتور الله يجازيه بخير واحد قويلبات وواحد خنيشات باش يشربهم، ولكن ملي جينا للدار قلنا حتى العشيه عاد نعطيه، يعني تقريبا الجوج ونص ديال النهار ملي عطينا واحد شويه ديال الليمون كياكل فيه، يعني فائده به يغمى عليا دكتور. ومن بعد درنا له قويلب، يعني الدري فقد الوعي ديالو، درنا له داك قويلب يعني بلا ما نذكر الاسماء ديالهم، يعني واحد تقريبا نصف ساعه ولا شنو عاد الدري بدا كيسترجع في الوعي ديالو. وبالتالي انا مشيت للصيدليه وخديت واحد السيرو غبره، يعني كيتزاد واحد شويه ديال الماء سخون راك انت عارفه دكتور. يعني انا بغيت نسولك يا دكتور، واش ممكن مثلا اذا درت القويلب وعطيته داك السيرو وعاودت ديك الخنيسه غبره، واش ما يمكنش تخاف عليه شي حاجه اخرى؟ والملاحظات الثانيه وسؤال في نفس الوقت، يعني الدري يعني كان في الاطفال يعني ما كي الا كانوا مراد كينعسوا كانوا شويه كينوضوا، دابا كان يخرج معايا لبرا، دابا كاين الحال ديال البرد، البرد يعني البرد بعد تقريبا واحد 60 كيلومتر في الساعة وخارج، يعني كيخاف وكيلعب في الدار وهادي، ولكن ملي كيحس شوية العيا كيجي عند ماما كيقول لها شدني وكيكح وكينعس، يعني بغيت نشوف واش ما كاين حتى شي خطورة إلا خرج. ويعني والسؤال ديال القويلبات وهاد السيد وهاد الغبرة واش ما عنده حتى شي تأثير. سيدي محمد، أش من منطقة أنتوما؟ فين ساكنين؟ انا اختي بالضبط جامعه بني باتا وابي جعد. ابي جعد، واخا واخا خويا غادي نطمنك ان شاء الله على حاله الوليد. شكرا لك، شكرا للدكتور وشكرا. ورد له البال، الله يعطيك السر، رد له البال وانتبه لداك الشيء اللي غايقول لك الطبيب. تفضل. لا هو تيهضر على اللي هضرنا عليه قبيله، هما اللي المسلمين ولا لي كونفيسيون، راه هادشي اللي دار ولده. حنا تنعرفوا بانه فاش يدير الواحد دي كونفيسيون من بعد خصو الوقت، بعد شي شويه ديال الوقت هذا تيسترجع تقريبا الوعي ديالو، نص ساعه فقد الوعي. إيه تي هذا هذاك، وخصنا نعرفوا واش عير يدو بجوج كي 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 دار هذاك الشيء. اذا هنا اللي مهم عندنا هو انه اولا اذا كانت هذه الحاله الاولى اللي جاتو تنعطيو الدواء، وما تنعطوش ما تنعاودوش نديروا مثلا الشبكه ديال الراس الى اخره. هنا واحد الحاجه اللي ديما تنقولوها للامهات والاباء انه الراحه غير ما تنكتبوهاش في الاوردونونس، راه لو روبو واجب. واجب صح. اذا كان ولدك مريض تتخرجوا 60 كيلو اسمح لي زعما خص الواحد كوميم راه خصو يرتاح. اذا تتعييه في النار نورمال انه فاش يجي احنا كاع الكبار اذا كنتي عيان راه خصك واحد القسط ديال الراحه. اذا اولا القسط ديال الراحه، ثانيا قال واحد الكلام في الهضره ديالو اللي مهم، انك مشيتي لعند الطبيب إيه؟ وشتيه وتسنيتي حتى العشيه باش تعطي الدواء. هذه نقطه كذلك مهمه. اذا حنا فاش تنعطيو الدواء راه خصو يتعطى الدواء ديك مباشره فوريا، ماشي تندوزو غير الا دوزنا راه صافي راه غادي يبرى الدري، راه ما يمكنش يبرى الا ما عطيتيش الدواء. اذا هذه حتى هي الله بالنسبه للامهات والاباء، فاش يتعطى الدواء خص ديك الساعة يمكن يتعطى الدواء باش نشوفوا واش كاين شي تحسن في الساعات اللي غادي تجيو في الايام. حنا دائما مع التدابير ومع الاسعافات الاوليه. هذا سؤال ديال علي الحيان دائما على الصفحه الرسميه، تيقول لك شنو خصنا نديروا دكتور ملي في حاله كترتفع درجه الحراره قبل ما نديه للطبيب؟ حاله ترتفع درجه الحراره يمكن هو ما تصنتش في الاول ديال البرنامج، قلنا اولا ما خصناش نغطيو الدري بزاف، ثانيا
كاين اللي تعطيه دوش؟ لا هذاك الدوش ما بقاش، ما بلاش ما نبقاوش الدوش باسكو غادي يبدا غير هذاك. دونك ما دابا التجارب والعلميه اللي هذاك وصلت بانه مزيان ملي قلتها بعدا باش المستمعات يردوا لك. خصنا نعطيوه يشرب، يشرب السوائل الماء، السوائل خصنا البلاصه فين كاين تكون مهويه ما تكونش مغموخه، وخصنا نعطيوه راه كاين باراسيتامول يعطيه ليه، ومن بعد غادي يشوف. وإلا بنت ليه الحالة ديال الطفل دايما مهم أننا نشوفوا الحالة ديال الطفل. إلا كان الطفل كما قلنا هو تيقول لك تيعيا وتيمشي عند مو، إلا كان ماشي هو هذاك ما بغاش ياكل سميتو ما تيلعبش كما العادة، إذن هنا لا داعي الواحد يتسنى تيعطي الدواء ديال الحراره، وخصو ولا بده يمشي لعند الطبيب الاخصائي ديال الاطفال المعالج. ميساج كذلك عند عادل، وهذا سؤال مهم، تيقول لك ارتفاع درجه الحراره بوحدها بدون اعراض اخرى مثلا ما كاين لا اسهال ما كاين لا قي ما كاين لا الم راس لا والو، واش في حد ذاتها خطير؟ هنا ترجعوا نفس الجواب، واش الوليد عنده اون فيفر ايزولي ارتفاع درجة الحرارة بوحدها ما كاين حتى شي حاجة وهو مزيان؟ هنا تنقدروا هذا الشيء اللي عطينا اللي تنسميوه حنا تريتمون سيمبتوماتيك، سيتادير تنديروا هاد الإسعافات الأولية وتنعطيو الدواء ضد الحرارة وتنشوفوا. إلا طولات ولا الدري ما كانش هو هذاك، خصنا نشوفوا منين جات ديك الحرارة. إذا هنا خص التشخيص والفحص ديال الطبيب، وبعض الخطرات الطبيب تيستعن بتحاليل طبيه تقول واش كاينه اون انفيكسيون ولا ما كايناش. واخا غادي نمشيو ديما ستاندار معنا يمكن سي محمد. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي محمد، مرحبا بك. الله يجزيك بخير، كيفاش الله يبارك فيك، تفضل خويا مرحبا بك. دكتور صباح الخير اسيدي. الله يجزيك بخير، عندي واحد الوليد كطلع ليه السخانه بزاف، ولا كيوقف كيطيح بوحده. دابا كنسول الدكتور من هنا كيقول لك اودي راه غير السنان هادو وراه خرج هادو ما فهمت والو، كيخرج لي السيروات وداك الشيء ما عرفتش غندير. لا خص اولا العمر ديال الطفل ديالك شحال في عمره؟ عام وربع شهور. عام وربع شهور. وعام وربع شهور مازال ما تي يوقفش ومازال ما تيزيدش مزيان، اذا هذا دخلتي شويه في الفيزيولوجي ديال التركيبه ديال الانسان، هذه بعدها وحده باقي لي بكري انه يوقف ويمشي بزاف، وداك الشيء راه كاين اللي تيكون مبكر، ولكني الخطوات ديال الدري في هذا العام وربع شهور في هذا ماشي تتكون مركزه، هذه وحده. ثانيا ولدك من غير فاش ما تتكونش الحراره كي تيكون هذا مهم، وثالثا النمو ديالو واش مزيان الطول والوزن ديالو، اذا هادو كاع هذا اذا انت راه درتي واحد الحاجه اللي مهمه، انك مشيتي شتي الطبيب. الى الطبيب فحصو دار التشخيص وقال لك ما كاين مشكل، تنظن والوزن ديالو والطول ديالو كل شيء مزيان، هذا ما يمكن غير يعطيك الاطمئنان. نعم سيدي دكتور الله يبارك فيك. صباحك مبروك خويا سيدي محمد، الله يخطيك. معنا كذلك سيدي محمد واحد اخر، حنا اليوم عندنا البركه الحمد لله، كاين بزاف ديال سيدي محمد تفاعلوا معنا اليوم. صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا خويا مرحبا بك. الدكتور صباح الخير. حياكم الله، وان شاء الله بغينا وبديت نقول راه انطلاقا من التجربه ديالي الشخصيه، يعني كنصحوا الازواج المتزوجين حديثان وجميع السيدات المهم ما يغفلوش يعني على ارتفاع درجه الحراره، انا يمشي يعني تزوجت يعني مبكر يعني كما كانت عنديش معلومات، يعني مشى لي واحد الولد يعني بارتفاع درجه الحراره والاسهال الاجتفاف. لا اله الا الله. والاطفال اللي كيكون العمر ديالهم اقل من 5 سنوات يعني في مختلف انحاء العالم كيعانيوا من هذه المساله هذه. نصحوا لجميع الامهات ان شاء الله يكون عندهم يستعملوا الاقنشات ديال الاملاح المعدنيه دائما يكونوا عندهم موجودين، وكل ما ارتفعت درجه الحراره يحاولوا يعني يضربوا يمشيوا للطبيب يعني ويستشروا. لا اله الا الله سيدي محمد، الله يصبرك والله يعاودك خير، وشكرا انك انت يعني تواصلتي معنا باش تعطي هاد المعلومه وافاده لكل المستمعين يردوا البال. انا فهاد من هاد المنبر احنا هضرنا على الاسهال وهضرنا على الاهميه الكبيره
ديال الأملاح اللي تتعتق ملايين ديال الأطفال في العالم من الموت. حنا غادي نربط ليلى كذلك على صفحتنا الرسميه راديو ام اف ام اوفيسيال. ما شاء الله عليك يا خالد النشاط، راك نشيط خالد النشاط. طاح واحد نقطه مهمه بزاف حنا في الاوساط ديالنا وثقافتنا المغربيه الشعبيه، ياك دكتور عفيف مولاي سعيد، تيقول لك واحد العشبه مهمه ومشهوره في ارتفاع درجه الحراره اللي هي المخينزه. واش هاد المخينزه تتحيد فعلا ارتفاع درجه الحراره او لا؟ لا حنا داك الشيء ديال الاعشاب حنا نخافوا منه كأطباء، لحقاش بعض الخطرات تنعطيو دي دوز طالعين ديال هاد الاعشاب وتولي عندنا العكس ديال المفعول ديالهم. إذن الاعشاب وعلم الاعشاب راه عنده واحد الحوايج ديالهم دقه، ولهذا حنا تنقولوا للأمهات أنهم يتفادى وأنهم يعطوا شي حاجة لأبناء ديالهم إلا ما كانتش مقننة. ما يمكنش نشجعوا بحال هاد الحوايج لحقاش تنعرفوا لي زانتوكسيكاسيون ديال هاد الأعشاب وتنعرفوا هاد الشيء، هذا حالة التسموم اللي كاينين. ولهذا احنا تنوعيوا كما الأخ قبل وعى بالنسبة للأملاح وبالنسبة للخطورة ديال إسهال الحاد اللي يقدر يؤدي الموت، هنا تنوعيو من هذه الخطورة. بحال ما كاين مثلا الدري تتكون عنده الضيقة وتيقول لك مشاو يكويو ليه، تتجيبوا لك كاع مكوي وداك الشيء، هذا الشيء راه ماشي معقول. صحيح دائما المفاهيم مغلوطة، ودائما كنوعيو المستمعين مع ذوي الاختصاص اللي كيكونوا حاضرين هما الأهل باش يجاوبوا على كل أسئلة ديالكم. احنا دائما مع الحويجات اللي كنديروها الدكتور عفيفي. عز الدين محمد شار واحد النقطة مهمة بزاف، تيقول لك أغلبية الأمهات دكتور كيحكوا هذاك القويلب ديال الحرارة تيديروا تحت باطو تيديروا في الصدر ديالو، واش هذه مسألة إيجابية وطريقة صحيحة؟ لا هذه ماشي مسألة إيجابية، هنا حنا تنصحوا الأمهات بزاف كيديروا هاد القضية. إيه ولكن راه نقدروا نديروا بزاف ديال الحوايج، ولكن كاينة الحاجة اللي معقولة وكاينة الحاجة اللي ما معقولاش. راه هذه ماشي معقولة، ماشي معقولة لحقاش دار داك القويلب، راه دار راه سميتو قويلب ما سميتوش دهنة. وإذا ما يمكنش نبداو والأخ ديال القويلبات يقول لك بدون استشارة طبية ولا بدون وصفة طبية، يعني كناخذو من الفارماسي ديال لا شوف ديال الحرارة ما كاين حتى شي مشكل، ولكن خاص الصيدلي، وهذا الدور ديال الصيدلي أنه يعطي لي دوز. لحقاش تنعرفوا بأنه الباراسيتامول إلا فتي واحد لا دوز تتقدر يكون تسمم. وحنا راه عندنا واحد السيد اللي ضاع الرياضة واللي ضاع اللي هو اللاعب اللي هذاك اللي داروا لنا انتوكسيكاسيون الباراسيتامول، ولهذا خصرا أي دواء خصو معايير مضبوطة. وهنا خص هذا هو الدور ديال الصيدلي باش يعطي المعايير المضبوطة، حيت ما يمكنش مثلا واحد صغيور نديروا ليه قويلب ديال 200 ميلي غرام ولا ديال 250. إذا راه كاينين معايير على حسب الوزن. إذا هنا الاستشارة غياخذها من عند الصيدلي. غادي نمشيو فاصل إشاري قصير ومن بعد راجعين غادي نختموا أش خبار الوليدات مع الدكتور عفيفي مولاي سعد. ما سخيناش به لأن فعلا هذا الموضوع مهم جدا، تهم بزاف ديال الأمهات، وأنا على يقين أن عندكم بزاف ديال المكالمات، عندكم بزاف الأسئلة في هذا المجال. فهنا الأهم عندنا هي التوعية، وأكيد الدكتور يمكن عفيفي مولاي سعد عطى بزاف ديال النقط أساسية مهمة في موضوع حلقتنا ديال اليوم، خصنا ناخذوها بعين الاعتبار. ياك دكتور رجعين ثواني قليله بعد فاصل اشاري. رجعنا معكم مسامعاتي مسامعينا دائما في مشوار لاله فاطمه في جزء الاول مع سميه كريم اللي كتحيي الجميع وخصوصا كل الاسر والامهات. اليوم في اش خبر الوليدات كنتحتوا على السخانه او ارتفاع درجه الحراره. سؤال مهم جدا غادي نختموا به دكتور عفيفي. سيروم اللي تنحلوه حنا ديما تنخليوه في الثلاجه وتنبقاو نستعملوه فيما كيحل الوليد تنعطيوه. عنده واحد شحال مده صلاحيه تخصو؟ اولا اللي مهم هنا في السيرويات هما مثلا ديال المضادات الحيويه. مضادات الحيوية راه خصو ما يفوتش سيمانات 8 ايام على الحلان ديالو، هذا مهم. وانه فاش يكون الحرارة وداكشي راه خصو يكون في الثلاجة. السيرويات الاخرين نقدروا نصبروا اسبوعين ثلاثة الاسابيع، راه تنقولوها حتى الامهات.
ولكني من الاحسن والافضل انه فاش تستعمل شي حاجه هذه مهمه إيه؟ ما تبقاش حاط قوه الادويه الدويان في الصيدليه ديال حنا ما تنضيعوا تاعها ديال هكا تردوا البال مده الصلاحيه لا بعض الخطرات ما تتشافش حتى مده الصلاحيه وتوقعوا تسممات اذا هنا ولا الوليد تيهز الدواء وهنا نشيروا لهذا وهذا موضوع مهم ديال التسمم ديال هذاك انه الامهات ولا الاباء اللي تيستعملوا الادويه ديالهم يكونوا بعاد ومسدود عليهم اذا هذا مهم هنا اللي باش نختموا اولا الاسعافات الاوليه راه قلناهم ما نغطيوش الوليدات بزاف تكون الغرفه مهويه نعطيوه يشرب الماء ونقدروا نعطيوه باراسيتامول ولكني وحنا تنحافظوا على المعايير وهنا المعيار ديال الباراسيتامول ما خصوش يفوت 60 ملي غرام في الكيلو في النهار مثلا وليد اللي عنده 10 كيلو ما خصناش نعطيوه اكثر من 600 ملي غرام في النهار اذا غادي الا بغينا نديرو قويله غادي نديرو قويله ديال 150 اللي ما فايتش 4 الخطرات في النهار ولا تجاوزت المده ديال السخانه 5 ايام هنا ناقص خطر نمشيو فيه هنا ولينا حنا ماشي قضيه ديال العير مده الا كان هذا الوليد راه عطينا العمر الا كان الوليد صغير فايت اقل من 3 شهور هذه ما فيهاش الهضره الا كان الوليد تيحس تتشوفوا بانه ما بقاش ياكل بانه تيبكي ما بغاش كاع يسكت بانه الملغيغه ديالو لا فونتانيل طالعه ماشي سخونه طالعه حيت نورمالمون تتكون عاوده طالعه هذا السين يقدر تكون اون مينانجيت دونك هادو حوايج راه الام وهنا علاش نرجعوا دائما الام الام راها بحكم انها هي اللي تتربي ذاك الوليد تتعرفوا انت راه مزيان وانت راه ما مزيانش فاش يبان لها ماشي هو هذاك ما تبقاش خصها تثق في الانستان ديالها وديك الساعه تستشعر الاحساس ديالها والامومه ديالها اللي هو كينضرها بالعنوي جود خاطر يعطيك الخير دكتور عفيفي مولاي سعيد انا كنكون سعيده جدا انك تكون حاضر معنا صراحه طريقه التوصيل والتبليغ ديال الميساج ديالك كتكون يعني شنقول الله وحنا تنحاولوا باش برافو عليك ما عندي ما يتسال شكرا جزيلا لك وشكرا وحنا دائما فقراتنا لازالت مستمره من اش اخبار الوليدات غادي نمشي